ومعنا عبر الهاتف ناب حمدان العازمي. مساء الخير ناب حمدان. بداية، كيف ترون المشهد السياسي الذي تتنازعه انتقادات للأداء الرقابي الضعيف للمجلس وتحركات نيابية لتقديم جملة من الاستجوابات؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والاه. أما بعد، أولا لا أحد يعني ماكو أحد ينكر أن هناك تحالف على مستوى عالي لإنجاح هذا المجلس وأظهاره بالصورة المنجزة للقوانين. نعم. وهذا بالتأكيد ضمن صفقة سياسية كلنا على دراية فيها، إلا أنه يعني أمانة للأسف فأنا أعترف أن هناك قصور نيابي شديد في الجانب الرقابي. نعم. نائب حمدان، كان لك تصريح بالأمس أن الاستجوابات أو التلويح بها يكون بإعاز من الحكومة، وبعض الاستجوابات عبارة عن حكومة تستجوب حكومة، كيف يتم ذلك؟ أنا أقول لك إياها، يعني في الجانب الرقابي يعني أعتقد أن يعني وضع بعض النواب في حرج شديد، خاصة أن الحكومة تستخدم بعض النواب لتحقيق أهداف تحت قبة عبد الله السالم، ودائما ما تستخدم الحكومة أيضا لتفكيك أي استجوابات تقدم. بعض الاستجوابات أو التلويح فيها يكون بإعاز من الحكومة نفسها لإزالة الحرج عن نفسها من بعض الوزراء المحسوبين عليها، محسوبين عفوا عليها أو على التيارات السياسية، عفوا محسوبين على التيارات والكتل السياسية، وكانت الحكومة تستجوب، كأنه الحكومة تستجوب نفسها، لأن إحنا لما هددوا الإخوان باستجواب وزير الكهرباء كان يعني التهديد قوي، بعدها سمعنا وأن هناك تقديم طرح الثقة ومسبق على يعني قاموا فيه بعض النواب، أنا ماني متأكد منه، أن جمعوا التواقيع، وهذا أمر خطير وسابقة خطيرة لا يمكن إن صحت لا يمكن أن تقبل قبل تقديم الاستجواب. أولا نسمع وبعد لا حكم إلا بعد المداولة، هذا نعم. أمر خطير. مرات الحكومة، أنا ليش قلت الحكومة يعني حكومة تستجوب حكومة، مرات الحكومة في حرج من الكتل فتعطي إعاز، أو هناك ضغط على أساس أن كتعديل وزاري يضغطون على الحكومة. الحكومة ذيك المرة لما قالت وزير الكهرباء لما هددوا بالاستجواب، وحسب ما سمعنا أن هناك عشرة وقعوا على طرح الثقة، بعدها بأسبوع الحكومة طلبت الوزير الكهرباء الإبراهيم وجددت الثقة فيه. هذا شنو هي تعني للنواب مدام الحكومة تجدد الثقة فيه؟ فأنا لما أقول نعم الحكومة تفكك الاستجوابات، أنا عند كلمة اللي قلتها، وأعتقد أن الأيام الجاية ما يعني راح تثبت صحة كلامي وما راح تكون هناك استجوابات. نعم. أنا أتمنى من النواب اللي هددوا أو لوحوا بالاستجوابات أنهم يجرؤون ويقدمون هذه الاستجوابات. طيب، في هذه الحالة نائب حمدان، هل تتوقع أن يستمر هذا المشهد الحالي من هيمنة الحكومة على مجلس الأمة وسكوت النواب عن ممارساتها؟ بالإضافة إلى كيف تستطيع الأقلية المعارضة للحكومة من تمرير أي استجواب أو رقابة وسط أغلبية حكومية؟ شوف أمانة يعني أنت لما تتكلم عن المعارضة داخل المجلس على أصابع معدودة، يعني مع الأسف إحنا، وهذا مو زين حق المجلس ولا زين حق النواب الموجودين. نعم. بالعكس الحكومة ما راح تعبرهم، وأنا أقول لك يعني المحك جلسة العاشر من مارس، يعني الجلسة الجاية المخصصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، أنا أعتقد من المفترض أن تكون يعني تاريخية بالنسبة للمجلس، خاصة بعد التجاوزات والمخالفات اللي كشف عنها تقارير ديوان المحاسبة، والجديرة أنا أعتقد أنها بإسقاط الحكومة بكاملة. نعم. ومن لحظة هذه أكد أن الحكومة، ورغم أهمية هذه الجلسة التاريخية، إلا أنها أنا أعتقد أنها لن تحضر بكافة وزرائها، أعتقد راح تكتفي بالتمثيل القانوني في الجلسة بوزير أو وزيرين، فهذا ما تعودتنا عليه من الحكومة في مثل هذه الجلسات الهامة. أنا أعتقد الجلسة القادمة هي المحك للمجلس ولكل نائب بالمجلس. نعم، عضو مجلس الأمة نائب حمدان العازمي، شكرا جزيلا لك.